أيمن عقيل، رئيس مجلس أمناء مؤسسة معهد للسلام وحقوق الإنسان. أهلا وسهلا بحضرتك. إحنا هناخد منك حوار صريح جدا للمشاهدين والقراء، تمام؟ في البداية فندم، إحنا عايزين نعرف من حضرتك منين جت فكرة معهد وكيف بدأت في حياتك. بالنسبة لمعهد، هي إلهة الحق والعدل عند القدماء المصريين. أنا خلفيتي حقوقية قانونية، فمن وانا بدرس في سنة أولى حقوق تاريخ النظم الفرعوني، فكان في الإلهة ماعت، إلهة العدالة. فمن وقتها وأنا أعشق العدالة، حتى في الجامعة كنا عاملين جمعية اسمها جمعية أصدقاء العدالة. لما اشتغلت في المجتمع المدني في 2005 وكان ليا كيان مستقل، فحبيت إن أنا أسميه ماعت علشان محاولة لتحقيق العدالة داخل المجتمع المصري مرة. حدثنا فندم عن برامج المؤسسة وأهدافها بالنسبة للمجتمع المدني المصري، تمام، وخلفيتها السياسية أو خلفيتها المدنية، تشتغل إزاي أو شغالة على إيه بالظبط؟ تمام. هو أولاً إحنا ليس لنا خلفية سياسية، ولكن هي فعلاً خلفية مدنية مجتمعية حقوقية. فيما يتعلق بالبرامج، برامج معهد تقسم إلى 4 برامج عمل. عندنا الانتخابات والمشاركة السياسية والديمقراطية، عندنا السلام المجتمعي والحوار، عندنا حكم المحلي الرشيد ودعم اللامركزية، عندنا الآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان. كل ميدان من هذه الميادين تحت منه سلسلة من المشروعات اللي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات اللي فاتت. زي يعني لو خدنا مثلا الانتخابات، طبعا هي كلها متابعة وتوعية، لكن خلينا لو اتكلمنا مثلا عن الحكم المحلي الرشيد ودعم اللامركزية، اشتغلنا عليها بداية من تدريب أعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة على قانون الإدارة المحلية، كيفية التواصل مع المواطنين داخل الأحياء وداخل المدن وداخل المحافظات، اشتغلنا على دعم اللامركزية مع مؤسسة ألمانية اسمها أنتزايدن، اشتغلنا مع المركز الثقافي الفرنسي على تمكين المواطنين من حق مياه شرب نقية وصرف صحي آمن. كل دي مشروعات اشتغلنا عليها. بالنسبة للسلام المجتمعي والحوار، اشتغلنا على دعم أسر السجناء والمحتجزين، اشتغلنا على الدفاع عن حقوق المعتقلين السياسيين، اشتغلنا على التمكين الاقتصادي والاجتماعي والتعليمي، اشتغلنا على تعليم المهن والحرف، وحاليا عندنا توظيف وهكذا. تمام يا فندم. خلينا نتكلم دلوقتي عن الانتخابات البرلمانية القادمة. معهد ايه رؤيتها او رؤيتها للظروف السياسيه والامنيه اللي هتجرى فيها الانتخابات البرلمانيه او انتخابات مجلس النواب القادم؟ اذا كلينا ان احنا نتكلم عن رؤيه للمؤسسه، احنا الرؤيه دي اصدرناها في عده تقارير صادره عن المرصد اللي اسسته مؤسسه معهد للسلام والتنميه وحقوق الانسان. ركزنا فيها على احداث العنف والارهاب التي تجرى في الشارع المصري واثرها وتاثيرها على فكره المشاركه السياسيه، وهل هذا ممكن يؤدي الى ضعف نسبة المشاركة للمواطنين ولا لا. فيما يتعلق بالاستحقاقات اللي كانت بعد ثورة 30 يونيو والاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية، حال الانتخابات البرلمانية والخلاف ما بين الفردي والقائمة والاختلاف ما بين الأحزاب، ده احنا شايفين هو شيء طبيعي عقب مرور مصر بثورتين، وما نقدرش نقول غير ان هما ثورتين، لان الدستور المصري نفسه لو كان حتى علينا ليه بعض الانتقادات، لكن هو اقر ان هناك ثورتين مرت بيهم مصر، ثوره 25 يناير وثوره 30 يناير. تمام يا فندم. حضرتك رئيس شبكه الاليند في مصر. تمام. تتهم شبكه الاليند او يقال ان شبكه الاليند بها عضو اسرائيلي. كيف يتم التعامل مع هذا الرأي؟ طيب، يعني مع تحفظي على فكرة الاتهام، لكن خليني برضو أجاوبك ومن حق الناس تعرف. أولا، مؤسسة أناليند للحوار بين الثقافات هي مؤسسة دولية أسست في سنة 2005 تخليدا للذكرى سيدة اسمها أناليند، كانت وزيرة الخارجية في السويد، تم اغتيالها، وقيل أن اغتيالها كان على يد أحد الإسرائيليين والموساد، ولكن التحقيقات قالت انه كان مختل عقليا. ما علينا، مؤسسة أناليند تركيبتها تركيبة دولية بتضم 42 دولة. اسرائيل دولة من ضمن ال 42 دولة. هذه المؤسسة مؤسسة شبه حكومية. ليه؟ لان تركيبتها وتشكيلها ممثل من 42 وزارة خارجية.
ولكن فيها مجتمع مدني. قال لك ان يبقى فيه عضو حكومي وعضو يمثل المجتمع المدني، بس اللي بيمثل المجتمع المدني مش فرد، هي شبكة، مجموعة من المنظمات. احنا في مصر مجموعة المنظمات دي تنتخب من يرأسها. لحد 2010 كان لا يوجد انتخابات، كانت رئيسة شبكة أنالند في مصر هي مكتبة الأسكندرية، وكان يمثلها سعادة السفير علي ماهر. بعد كده بقت بالانتخاب، وتم انتخاب ماعد، ترشحنا للرئاسة وتم انتخابنا وحصلنا على رئاسة الشبكة، ومعانا مجلس أمناء من مجموعة من المنظمات، خمس منظمات. فيما يتعلق بالعضو الإسرائيلي عندنا تحفظات وتقاريرنا ثابتة وبياناتنا واضحة، تحفظات على إسرائيل. واحنا حتى في مصر لما كنا بنحتفل بذكرى اليوبيل مرور 10 سنوات على انشاء مؤسسة أنالين، وتم استطلاع رأينا فيما يتعلق ببعض الدول اللي هتشارك، احنا حبينا يكون المشاركة الدولية مشاركة شرفية، لكن الأساسية هي المنظمات الخاصة والدول العربية. وكان في تحفظ على حضور حد من إسرائيل لان احنا مختلفين معهم ومع بعض، فلا احنا بنروح إسرائيل ولا هم بيجونا هنا. لكن لما يكون في اجتماع موجود، هل عايز تقول لي وزارة الخارجية ما بتقعدش على طاولة واحدة مع ال 42 ممثل وزارة الخارجية داخل مجلس المحافظين، لان في مجلس اسمه المحافظين بيضمهم؟ لا طبعا، لان دي علاقات دبلوماسية دي حاجة، لكن علاقاتنا احنا كمجتمع مدني وكشعوب دي حاجة تانية. تمام، خلينا نتكلم عن دور ماعد في إدارة العملية الانتخابية، ونتكلم شوية عن المحافظات والمندوبين اللي هيبقوا عن المؤسسة في المحافظات، كيف يتم التعامل وما هو دورهم الرئيسي في الرقابة أو المتابعة. تمام، يعني كويس إن حضرتك يعني قلت لك في الأول، قلت إدارة وبعد كده متابعة ورقابة. إحنا لا ندير عملية انتخابية، ولكننا نتابع العملية الانتخابية. إدارة العملية الانتخابية برمتها ده اختصاص اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات. أما نحن كمؤسسة ماعد مع التحالف الدولي بتاعنا مع المنافسين المحليين بتوعنا، نحن نتابع العملية الانتخابية من وقت فتح باب الترشح ومن وقت تحديد يوم التصويت، بنرصد ميدانيا وبنرصد إعلاميا، وهنتابع يوم الانتخابات. احنا بنتابع في 25 محافظة، عندنا رصدين ميدانيين، عندنا رصدين إعلاميين، عندنا متابعين هيكونوا محليين يومي الانتخاب اللي هو يبقى مثلا 22-23 مارس او في فترة الإعادة. الهدف الأساسي من عملية الرقابة هو الوقوف على مدى حرية ونزاهة العملية الانتخابية، فهي دي الانتخابات الديمقراطية. أي انتخابات ديمقراطية في أي دولة في العالم يجب أن ترتكز على ركيزتين أساسيتين، ركيزة الحرية وركيزة النزاهة. وبندرب الشباب، نقول لهم إمتى تبقى الانتخابات حرة، إمتى تبقى الانتخابات نزيهة، إيه هي المعايير التي يجب توافرها، إمتى نقول الانتخابات غير حرة، إمتى نقول الانتخابات غير نزيهة. هو ده دورنا الأساسي. إذن ماعد تتابع ولا تراقب؟ طبعا. من فضلك بس يعني احنا عايزين نوضح اكتر ونشرح اكتر ما هي المتابعه وما هي الرقابه. تمام. بالنسبه للشباب لما كان في زمان في مراقبه للانتخابات، من حق المراقب على الانتخابات انه بيراقب العمليه الانتخابيه كلها برمتها من البدايه للنهايه داخل اللجنه الفرعيه عند الصندوق، بيفضل موجود من قبل فتح باب التصويت مع اللجنه الفرعيه، يفتح الصندوق يتاكد عدم وجود بطايق، يعمل المحضر، يقفل الشمع. زمان كان شمع احمر، دلوقتي بقى في الصناديق البلاستيكيه. ده على مستوى الرقابه. ده على مستوى الرقابه. النهارده في المتابعه بقى انت بتعملش ده كله، نص ساعه تخش اللجنه وتخرج، ومن حق القاضي يمنعك من الدخول اذا كان وجودك يهدد عمليه الادلاء بالاصوات. فهنا بقت المساله ضعيفه شويه، ولذلك ده اللي خلانا نلجا الى فكره الرقابه الشعبيه، هي ان انا مش محتاج يبقى في عندي شخص اسمه متابع، اسمه مراقب، اسمه ملاحظ، اسمه مقيم، ما يفرقش عندي. انا مش عايز شخص واحد جوه اللجنه الانتخابيه. اللجنه الانتخابيه متوسط عدد الاصوات فيها حوالي 1000 صوت تقريبا، في الانتخابات البرلمانيه غير الرئاسيه كان بيبقى في 3000 4000. هنا انا عايز الناخبين نفسهم هم اللي يقوموا بالادوار المتابعه والمراقبه والتقييم للعمليه الانتخابيه. نقدر نقول يا فندم ان احنا كده هيبقى في متابعه بس وليس مراقبة. طبعا ده القانون قال كده واللجنة. ما هي النتائج التي تقوم منظمات المجتمع المدني في نهاية العملية الانتخابية سواء بالتصويت او باعلان النتائج بعد ان تقوم بمتابعة
العملية الانتخابية. ايه الدور اللي حضراتكم بتقوموا بيه بعد الموضوع؟ عملية المتابعة لا تقتصر على ان انا اقول الانتخابات نزيهة او حرة او لا، لكن انت بتعد تقرير لتقيم فيه العملية الانتخابية برمتها، وتقريرك ما بيكونش مبني على يوم التصويت فقط، احنا كمان بنقيم الوضع السياسي، الوضع الاجتماعي، الوضع الامني، الوضع القانوني، كل ده بنقيمه، هل اجريت في هذا الجو انتخابات حرة ونزيهة ام لا. بتعمل تقريرك بتقدمه فين؟ طبقا لقانون اللجنة وقراراتها لازم بتقدم نسخة للجنة العليا المشرفة على الانتخابات اللي هي ادتك التصريح بالمتابعة. عندك الاحزاب السياسية والاعلام بتديله نسخ من هذه التقارير عشان يتنشر على الرأي العام. عندك جانب اخر كثير قوي يجهله، وهي الاليات الدولية لحماية حقوق الانسان، اللي هي منها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية اللي بينبثق منه لجنة موجودة في مجلس حقوق الإنسان وفي الأمم المتحدة، لجنة الحقوق المدنية والسياسية، اللي فيها تقدر انك انت ترفع الأمر للجهات الدولية وتقول لهم ان مصر مثلا دولة ليس بها تداول سلطة، ليس بها انتخابات حرة ونزيهة، هناك منع من التصويت، هناك منع من الترشح وهكذا. هتقولي الآليات الدولية دي ممكن تعمل ايه؟ هل هناك العصا لمن عصى؟ في آليات دولية تقدر تتحرك مع الدولة وتجيب مسؤول الدولة او ممثل الدولة هناك في جنيف وتقول له في تقارير بتقول 1 2 3 والدولة بترد. وفي آلية تانية اسمها الاستعراض الدوري الشامل، عند استعراض اوضاع حقوق الانسان في مصر مثلا، ومصر خضعت ليه مرتين، مرة في 2010 ومرة في 2014، بنقول ان في مثلا تزوير في الانتخابات. ففي آليات لها قوة وفي آليات ضعيفة، لكن في النهاية انت هي دي الوسائل اللي لدينا، وهي وسائل شرعية وقانونية، ليس بها عشان برضو مخ حضرتك وعشان السادة اللي ممكن يقروا او يسمعوا ان مش معناها استقواء بالخارج، دي آليات دولية مصر كدولة ارتضتها وصدقت ووقعت على هذه المعاهدات، وبالتالي يجب ان تلتزم بها. ولما تيجي ترجع للدستور هتلاقي في مادة بتقول ان يجب على الدولة ان هي تلتزم باتفاقياتها ومعاهداتها وبتعدل القانون بتاعها طبقا لاتفاقياتها الدولية. اخر سؤال، وانا اتمنى ان هو يعني القعدة كانت تكتر اكتر من كده، يعني احنا بنقول احنا عندنا متابعين وعندنا راشدون بالنسبة للعملية الانتخابية، كيف يتواصل رجل الشارع العادي اللي هو بيروح يدلب صوته في الصندوق الانتخابي وشاف مخالفة انتخابية معينة، يتواصل ازاي مع معاهد ومع منظمات المجتمع المدني بحيث ان هو يقدر يوصل معاهد؟ هو طبعا احنا المهمة دي مهمة مزدوجة، وانا شايف ان العبء الاكبر علينا احنا مش عليه هو، يعني هو انا اللي مفروض عليا ان انا اللي اسعى اليه علشان اروح اقول له واقول له خد بالك احنا بنتابع، اذا وجدت انتهاك، اذا وجدت مخالفة تعالى بلغ. وهنا بقى التصنيف اللي حضرتك قلتها، ان انا في عندي راصدين موجودين، ده هيشتغل حوالي 3 شهور او 4 شهور، هم دول بيرصدوا التحركات اللي موجودة اثناء الدعاية الانتخابية بما فيهم يوم التصويت. وعندي متابع موجود يوم الانتخاب، المتابع بيبقى لابس فيست ومكتوب عليه متابع، وبالتالي اي شخص بيلاقي اي مخالفة يلجأ للمتابعين ويقول له انا وجدت مخالفة. غير كده منسقنا اللي موجودين في المحافظات واحتكاكهم بالجمعيات الاهلية اللي موجودة والاحزاب اللي موجودة والمواطنين اللي موجودين بيبدأوا يقولوا احنا عندنا غرف عمليات موجودة، من يجد اي مخالفة او يجد اي شيء عليه ان هو يبلغ. حاجة تانية، المتابعين بتوعنا يوم الانتخاب هما ما بنعتمدوش على ان هو يدخل اللجنة الانتخابية من جوه ويقعد فيها نص ساعة ويخرج ويقول لي الانتخابات حلو زي الفل، لا، انا بخليه يعمل استمارتين، استمارة من جوه اللجنة واستمارة برا اللجنة. الاستمارة اللي برا اللجنة ممكن توصل لمية استمارة، مية استمارة يعني تقابل لي 100 مواطن، 100 ناخب داخل اللجنة الفرعية دي، تاخد منهم الاجابات بتاعتهم. اعتقد لما يبقى عندي 100 عين وميت لسان، يعني 100 رأي يتكلم، ممكن يكون في دلالة على هذا الصندوق، هل الانتخابات اجريت فيه بنزاهة ولا ما اجريتش بنزاهة. ما بعتمدش على عين واحدة ولا على لسان واحد، بعتمد على 100، وبالتالي هو ده كيفية التواصل مع المواطنين. هل تقارير يا فندم، تقارير مؤسسة المجتمع المدني بتساعد على تعون المرشح؟ طبعا المرشحين، يعني وده حصل في 2005 ان في 36 طعن قدم لمحكمة النقض في وقتها، محكمة النقض قررت بطلان الانتخابات فيها، ولكن كان وقتها بنصطدم بنص المادة 95 لو الذاكرة مسعفاني اللي هو المجلس سيد قراره، وبالتالي لم يتم إعادة الانتخابات فيها. فهنا انت من حقك كمرشح وحاسس بظلم وحاسس بانتهاك انك تستند الى منظمات وتقارير
المجتمع المدني في رفعك على دعاوى قضائية أو في التظلم أمام المحكمة. فهل حضراتكم تقدروا توفروها بسهولة لأي مرشح؟ احنا بننشرها للرأي العام كله، مش بنوفرها، احنا بننشرها، احنا علنية، ما بنشتغلش لصالح مرشحين، احنا مش بنشتغل لصالح الحكم على العملية الانتخابية. إذا كان هناك انتهاك احنا رصدناه صوت وصورة زي الإعلام لما بيرصد، من حق المرشح يستخدم ده في دعوته طبعا، مش احنا بس، ده كله. حضرتك حابب تضيف حاجة تانية؟ أنا أضيف، شكرا. أستاذ أيمن وكيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة ناية للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، شكرا جزيلا. شكرا.